الأمير غاضب، فبعد أن تخرج من مدرسة الأمراء قررت الأسرة عزله عن الإمارة، فدخل في صراع معها من أجل استرجاع مملكته بدعم اللاعب في لعبة رويال ريفولت التي برمجتها شركة فلير جيمز بمساهمة شركة كين فلير المتفرعة عنها. لقيت لعبة الموبايل نجاح منقطع النظير، إذ تم تنزيلها أكثر من 1,000,000 مرة ورشحت لجائزة أفضل لعبة حاسوب في ألمانيا. 1,000,000 مرة، هذا ليس برقم هائل مقارنة بعدد الهواتف الذكية المنتشرة بالمليارات في العالم، لكن ما من شك في أن هذا الإقبال يحسب لهذه اللعبة. فهناك ألعاب لا تلقى مثل هذا النجاح، لكن هذا لا يخفض من سقف طموحاتنا. مصمم الألعاب كلاس كيرستينغ متعود على النجاحات، فقد أسس الشاب الثلاثيني شركته قبل 10 سنوات وارتقى بها إلى مستوى الصدارة في العالم. قبل 1.5 عام أطلق مشروع فلير جيمز الذي تحول إلى حاضنة أفكار يترجمها فريقه المكون من 50 شخصا إلى ألعاب الموبايل الذكية. معظم عناصر الفريق من قدام العاملين في مجال برمجيات الحواسيب، وهناك من عمل أكثر من 10 سنوات في مجال الإنترنت، فتشكيلة فريقنا نادرة في ألمانيا، الأمر الذي يجعله مميزا. نجاحنا يعود أيضا إلى الشخصيات اللامعة في مجال صناعة برمجة الألعاب والتي لديها علاقة وتأثير قوي على عناصر فريقنا، وهذا يعد مكسبا لشركتنا وأمرا مثمرا فيما ننجزه. رالف مارشنشيك عضو الفريق شغل منصب المدير الفني بالتعاون مع مصممة إسرائيلية قامت بتشكيل شخوص اللعبة، فقد أشرفت آيناف ديغي على تطوير لعبة رويال ريفولت وتعمدت تصميم شخص الأمير بمنتهى البساطة. تبدو اللعبة للوهلة الأولى كلعبة أطفال، لكنها موجهة في المقام الأول للكبار. اللعبة واضحة المعالم، وأهم الخطوات تتمثل في سيطرة على الأبراج الواحد تلو الآخر لاسترجاع المملكة الضائعة. وحالما تبدأ اللعبة يلاحظ اللاعب أن الوضع أكثر تعقيدا، لكن إذا ركز اللاعب واعتمد على حدسه سيعرف كيف يتناغم مع اللعبة، وهكذا سيلاحظ اللاعب بعد تعمق وتأمل يستمر لبضع دقائق أنه قد استوعب الهدف المنشود، وبوسعه تأجيل اللاعب واستئنافه كلما أراد ذلك. خلال العامين الأخيرين تضاعف عدد الزبائن الذين يقتنون لعب الهواتف الذكية، وتعد لعبة تايني وينكس إحدى اللعب الناجحة، فهي بسيطة لكنها عميقة البعد والتأثير. وتليها لعبة وورد ووندرز، وهي لعبة بالكلمات ومرشحة لنيل جائزة أحسن لعبة حاسوب ألمانية. هناك متحف في برلين يعرض تطور الألعاب الذكية المعاصرة، مثل لعبة فوتبول، وهي لعبة جيب من اختراع شركة ماتل عام 1976. أما لعبة سنيك فقد جعلت شركة نوكيا تخترق قبل 20 عاما مجال الهاتف الجوال وترقى بقدراته. أعطت برمجة ألعاب الهواتف الذكية دفعة قوية لهذه الأجهزة التي كانت معدة في المقام الأول لإجراء المكالمات الهاتفية اللاسلكية، لكنها جهزت منذ البداية ببرمجيات الحواسيب التي تمنحها أساسا جيدا للتواصل المستمر مع عالم الإنترنت، وذلك ما جعلها مؤهلة للتواصل مع ألعاب الشبكة العنكبوتية والتأقلم مع مختلف برامجها، وهذا أدى إلى رواج هذه التقنية واتساع خريطتها وتصنيفاتها. سواء تعلق الأمر ببرمجة ألعاب الحاسوب أو ألعاب الهواتف الذكية، فطاقم شركة فلير جيمز يحب برمجتها واستيحاء الأفكار الجديدة منها. الفريق منهمك حاليا في تطوير 6 ألعاب جديدة، ومن المفروض أن تخرج 2 منها قريبا إلى السوق، لكن الفريق لم يعطي معلومات عنها واكتفى بالتلميح، إلا أنها ألعاب تتعلق بفن الاستراتيجيات.